كريم منافسات صباح هذا اليوم على الهواء مباشرة. انطلق في هذه الأثناء شوطنا السادس الثالث للثنايا القعدان، وأذكر بأن الشوط الأول الرئيسي للثنايا المفتوح ذهب مع مالك رفيف، وكذلك التوقيت الأفضل يسجل في صباح هذا اليوم وفي سن الثنايا في بداية هذا الموسم مع رفيف لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الأحمد الثاني بقيادة المضمر متعب بن عبد الله بن فهيدان، حيث قطعت المسافة في 7:42.82 من الثانية، وهي صاحبة أفضل توقيت حتى الآن. قاصد استطاع أن ينتزع الشوط الأول الرئيسي للثنايا القعدان من هجر الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. نتجه مشاهدينا الأعزاء إلى مقدمة الشوط، ومن يحتل المركز الأول حوران لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، يضمر حوران خليفة بن عبد الملك خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف آل عبد الملك. ننتقل إلى المركز الثاني، يتقدم الواعي لهجن الشحانية، يضمر الواعي الشبل جابر بن سالم بن فاران الدور دور المركز الثالث، ومن يتسلل أرى أعداد وشعارات قادمة على المركز الثالث. أيضا نلتقط منها المتقدم مبلش لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني مع المضمر المتعب من قدم لنا رفيف متعب بن عبد الله بن فهيدان، حصل دخول وتسلل من قبل ختال لهجن الشحانية مع المضمر سالم بن فاران المضمر الذهبي، بينما المركز الرابع يتسلل أحد القعدان الثنايا المشاركة في هذا الشوط الثالث للقعدان. يتقدم الأسد من هجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية، من قدم لنا قاصد في الشوط الأول الرئيسي أقوى أشواط الثنايا، حاضر هذا الشعار أيضا مع ذات المضمر، يتقدم في هذه اللحظات لينتزع المركز الثالث، بينما المركز الرابع من هجن الشحانية ختال مع المضمر سالم فاران. المركز الخامس يتقدم شوباش من هجن الشحانية، يضمر شوباش البرنس جار الله بن عقيل. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحبل الكريم. عودتنا إلى المركز الأول، المركز الأول يتقدم حوران لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني، يضمر حوران خليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك. يلا ينضمر حوران، أشوف حوران عصاف الأبطال ومندفع، اندفاعه ممتازة للغاية. خليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك يتابع حوران في هذا الانطلاق وفي هذا التقدم، بينما دور المركز الثاني يصل الواعي من هجن الشحانية مع مضمر جابر بن سالم بن فاران، يليه على المركز الثالث الانطلاق من السد لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية في عملية التضمير. المركز الرابع ختال يتقدم ايضا من هجن الشحانية مع سالم بن فاران، وننتقل للمركز الخامس، ومن يتسلل في هذه اللحظات، الشوط يقترب من بعضه البعض، وايضا المركز الاول وناموس الشوط لم يحسم حتى هذه اللحظات، هناك ضبابية في هذا الشوط. النشمي ينطلق النشمي ويصل الى دائرة النداء من هجن الشحانية، يضمن النشمي جار الله بن عقيل. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء، اربعة مراكز شحانية او خمسة اسماء متقدمة شحانية لهجن الشحانية تحكم القبضة والسيطرة على ناموس شوط الثنايا الثالث، ولكن مع اختلاف المضمرين بوجود المضمر الذهبي سالم فران يقدم لنا ختال على المركز الأول، ووجود البرنس جار الله بن عقيل يقدم أكثر من اسم، وكذلك المضمر المشاغب يقدم اسم في هذا الانطلاق، يقدم السد أيضا في دائرة الخمسة المراكز المتقدمة الأولى. شحاني هذا الشوط، شحاني اللون، خلاص خلاص، حتى المركز السادس شحاني، حتى المركز السادس شحاني يا جماهيرنا الأعزاء. إذن هجن الشحانية تنطلق
الفرق بمختلف مضمرينها، تحكم القبضة، تحكم أيضا وتحيط بناموس الشوط إحاطة السوار بالمعصم. إذن ناموس الشوط شحاني على ما يبدو لهجن الشحانية، ولكن مع من هؤلاء المضمرين؟ عمالقة التضمير، دهات المضمرين، دهات التضمير أيضا يتابعون هذا الشعار العنابي، هذا الشعار المميز، هذا الشعار الجماهيري، هذا الشعار الذي يزين الخمسة المراكز والستة المراكز الأولى. أشاهد الجماهير تتابع في أيضا خارج الميدان وداخل، إضافة إلى المشاهدين والمتابعين عبر القنوات الفضائية، عبر القنوات الفضائية. ختال يا ختال، ختال يا ختال، انطلق ختال، تعتبر الثنايا من بنوك الإنتاج في المستقبل، في المستقبل. لذلك يحرص المنتجين ملاك المحبين هذا الشعار الأدعم على معرفة الفائز بناموس هذا الشوط ليسجل في سجله، ليسجل في سجله عندما ينتقل إلى مؤسسة أم الزبار العريقة. فإن اليوم وهذا الناموس سيسجل ويضاف إلى رصيد هذه بنوك الإنتاج، فحول المستقبل التي تدعم إنتاج أم الزبار، تدعمها بالفحول، تدعمها بالسلالات العريقة. ما زالت المقدمة مع النشمي لهجن الشحانية، يضمر النشمي البرنس جار الله بن عقيل، ولكن ختال، ولكن ختال يتختل، يتحين الفرص. انطلق ختال، تسلل ختال بسجله الحافل بالإنجازات. ختال على المركز الأول لهجن الشحانية، لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران. المركز الثاني النشمي لهجن الشحانية، معك يا البرنس جار الله بن عقيل. الله يا سلام، ختال والنشمي، ختال، ختال برصيده الحافل بالإنجازات من العام الماضي، ختال من العام الماضي رصيد السيارات، رصيده رموز أيضا، حاصل على رموز ذهبية. سلام يا ختال، سلام، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، لجماهيرها في كل مكان، للمضمر الذهبي سالم بن فاران، من قدم ختال في أول ظهور له في هذا الموسم بهذا المستوى الفنان. تهانينا ناموس يا ذهبي ناموس، تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر الذهبي سالم بن فاران ولجماهير ختال. تهانينا. المركز الثاني وصل فيه النشمي لهجن الشحانية مع جار الله بن عقيل. المركز الثالث، المركز الثالث شوباش لهجن الشحانية أيضا مع جار الله بن عقيل. المركز الرابع، المركز الرابع وصل فيه كهرمان لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الخامس، المركز الخامس الواعي لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. تهانينا والناموس على فوز ختال بالمركز الأول، وقطع المسافة في 7 دقائق 59 ثانية 60 جزء من الثانية. تهاني والناموس لهجن الشحانية على فوز ختال صاحب الرموز والإنجازات والانتصارات في سن الجذاع في العام الماضي. تهاني أيضا لسالم بن فاران، من قدم ختال ناموس الذهبي. للمركز الثاني النشمي ما قصر، 8 دقائق بدون ثواني 38 جزء من الثانية. تهاني على فوز النشمي لهجن الشحانية، وتهانينا للبرنس جار الله بن عقيل. المركز الثالث أيضا من هجن الشحانية، المركز الثالث يصل في المركز الثالث شوباش، قطع المسافة في 8 دقائق 4 ثواني 54 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، وتهانينا أيضا